فيش حياة إلا عند غيرك، تعيش في خيره ويعيش في خيرك، مش باقي منا غير المودة. يقول الشاعر المصري فؤاد حداد: فيختصر كل شيء. ففي البدء لم يكن هناك أنتم، ولا عرفت اللغاتهم، كان الموجود كله هو نحن. فالأسطورة تقول إن البشر كلهم كانوا بلغة واحدة ولسان واحد، وأرادوا تشييد مدينة تجمعهم كلهم، ولكن مع مرور الوقت تفرقوا وعرفوا للمرة الأولى كلمتي أنتم وهم، ونسوا أنها في النهاية لا تعني غير نحن. مع الوقت عرف البشر الاختلاف في الدين، في اللغة، واللون، والطبيعة، والصفات، والعادات. تكونوا في جماعات وقبائل، ثم ازداد تنظيمهم وتراكمت معارفهم وعاداتهم، فكانت الدول والبلدان. وفي رحلتهم التطورية الطويلة عرفوا في لغاتهم العنصرية والطبقية والأقلية وغيرها من الكلمات التي تعبر عن مفهوم الآخر. وفي كل هذا نسوا الحقيقة البسيطة عن أن الآخر في البدء كان نحن. ونحن في هذه الليلة وفي احتفالية دي دي اكس في نسختها الثالثة التي يمكنكم مشاهدتها من خلال موقع مناظرة وشركاؤنا الإعلاميين موقع عنب بلدي بسوريا وموقع التحرير نيوز بمصر وقناة فيرست تي في بتونس، نحاول تذكير أنفسنا وتذكيركم بهذا الآخر وهؤلاء الهم، أن نفكر من موقعه ومن مكانه ونعيد على المسامع كل الحقوق البديهية التي ينساها العالم، فنبدأ وننتهي مع شعار من حق غيري أن. وبعد عام كامل من الأحاديث والنقاشات والمناظرات والرأي والرأي الآخر ضمن مبادرة مناظرة، يأتي الموعد السنوي مع احتفالية دي دي اكس 3 والأصوات المختلفة التي تتحدث عن قضية واحدة كانت حاضرة طوال العام. لنشاهد معا هذا التقرير القصير ثم نعود. التعبير عن الذات والمشاركة الفعالة فيما يتعلق بالشأن العام شغف يحرك آلاف الشباب في العالم العربي. تعمل مبادرة مناظرة على تقديم منصة لتحويل هذا الشغف إلى واقع ملموس. رؤيتها الأساسية هي صناعة وخلق فضاء عام عربي نابض تفتح مساحة لكل الفئات، النساء، الأقليات المهمشة، والشباب، ليعبروا عن قناعاتهم وآرائهم حول مواضيع نحن نطرحها مهما تنوعت قناعاتهم السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية والدينية. أحمد مجدي شاب مصري عمره 22 عاما يهوى كتابة الشعر، هو واحد من ثلاثة فائزين في مسابقة دي دي اكس 3 التي نظمتها مبادرة مناظرة. كانت المنافسة في إكمال الجملة المفتوحة من حق غيري أن. اليوم في بيروت يستعد أحمد للإلقاء على خشبة المسرح أمام جمهور من الشباب ولجنة للتحكيم وآلاف المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مبادرة مناظرة أضافت لي الكثير، حيث أنني تعرفت على الكثير من الثقافات من جميع الدول العربية. الشيء الذي جعلني متحمسا للمشاركة في هذه المسابقة هو أن عنوان المسابقة من حق غيري أن، فكان جديرا جدا أن أتكلم عن حقوق الغير التي هي في الأساس حقي. ينضم إلى أحمد والفائزين من المسابقة شباب كانوا قد سبق وشاركوا في مناظرات عقدتها المبادرة العام الماضي، منهم رانيا بالحاج من تونس وحاتم اللافي من ليبيا، تبرزا في مناظرات سابقة مع شباب مثلهم وقادة للرأي. اليوم يجمعهما الاحتفاء بحقوق الغير وبما أنجزوه منذ انضمامهم للمبادرة. تجربة مناظرة هي تجربة رائعة وممتعة، فيها الكثير من المعارف والفائدة، تنوع في الأفكار وتنوع من الآراء اتحدت في فكرة واحدة هي مبادرة مناظرة. كانت تجربة في مناظرة مهمة جدا في حياتي، لأنه كسبت كثير من القدرات من خلال التدريبات اللي تلقيتها أنا ومجموعة من الشباب العرب الواعد، واللي أيضا كانت مجال أني نتعرف على كثير من الأصدقاء وكثير من القدرات العربية اللي غيرت لي منظوري للحياة، وكانت تجربة مهمة ورائعة جدا. 3500 شاب وفتاة من مختلف البلاد العربية شاركوا بآرائهم خلال العام الماضي في مواضيع تمسهم وتمس أوطانهم من خلال مسابقات مبادرة مناظرة. تهدف المبادرة لتمكين جيل جديد من الشباب
يدرك أهمية وجود فضاء عام صحي ويتمكن من الاختلاف دون خلاف لإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي يعي كل فرد فيه حقوقه وحقوق غيره. من بين 17 شابا وفتاة وصلوا إلى التصفية النهائية ليلة أمس، اختارت لجنة التحكيم 5 فائزين ليأتوا هنا على هذا المسرح وينضموا إلى ضيوف شرفنا 5 من شعراء وأدباء وفنانين. فنستضيف الليلة 10 أصوات من مختلف البلدان العربية، يختلفون في الهوية، في الجنس، وفي الأفكار، ولكنهم يتفقون فقط في أنهم هنا والآن سينسون أنفسهم تماماً لدقائق ويفكرون فقط فيما هو حق لغيرهم. رحبوا معي بضيفتنا الأولى الشاعرة روضة الحاج، وهي أول شاعرة تحصل على جائزة سوق عقاد للشعر. كيف انتهينا ها هنا من حولنا الأسلاك شائكة ومد الأفق أشلاء رماد؟ كيف انتهينا ها هنا حيث الحقيقة بركة الدم والهراء على المراجيح الكئيبة يحتسي الشاي المنعنع بالسواد؟ كيف انتهينا ها هنا؟ كل سيأوي قال للجبل الذي سيكون عاصمه، ولكني أرى الطوفان يكتسح البلاد. اليوم لا منجا من الترويع والتخويف والتخوين والتهديد والترهيب والضوضاء والصخب المقيت من التهدم والطراد. اليوم لا منجا سوى أن يدرك الإنسان قيمة أن يكون هو المراد. ماذا أسمي طفلة الأنقاض تحضن دمية حمراء من دم أمها، والعالم المجنون يركض لاهثا في كل واد؟ ماذا أسمي فتية يدرون أن البحر سوف يخونهم لكنهم ركبوه يأسا لا عناد؟ ماذا أسمي الخائفين الهاربين اللاجئين اليائسين النادبين الهائمين توسدوا حسراتهم يا للوساد؟ ماذا أسمي السجن حين يكون طول الأرض عرض الأرض سجانوه أو سجناؤه لم يعرفوا أن الخلاص رهين إدراك الحقيقة أنه من حق غيري أن يكون كما أراد؟ لا بد من شيء، لا بد من شيء يعيد إلى الخليقة رشدها ويؤنسن الدنيا، يعيد إلى الحياة بريقها ويشدها قصراً إلى سبل الرشاد. لا بد من عزف يرتب مرة أخرى نشاز خروجنا عن سلم المعنى وعن معنى التراحم والتواد. من حق غيري أن يكون كما أراد. حتى متى، حتى متى سنظل أسرى ما نرى
في الكون متسع لآلاف الرؤى، وهناك زاوية الحياد. من حق غيري أن يكون كما أراد، لو شاء جل ثناؤه، لو شاء جل ثناؤه. كنا جميعا نسخة مكرورة من بعضنا، فكرا ولونا واعتقاد. الله، يا لدمامة الدنيا، إذن لو أننا شيء معاد. الروض أجمل باختلاف وروده، فالحسن يظهره التضاد. من حق غيري أن يكون كما أراد. شكرا لكم. شكرا لكم. قبل أيام قليلة صدرت الكثير من التقارير عن أول امرأة تتولى منصب محافظ في مصر، وقبل شهور قليلة صدرت تقارير عن أول سيدة يتم تعيينها في منصب أمني بتونس، وهكذا نسمع كل فترة عن أول من فعلت كذا. لماذا تتعامل الصحف وقراؤها مع تلك الأخبار كعملة نادرة تستحق تصدر العناوين؟ الإجابة قد تكون في وضع المرأة، الفتيات والسيدات في عالمنا العربي، فأبسط الحقوق تهدر أحياناً بدافع من العادات والتقاليد. عن حق المرأة في الاختيار وحقها في العيش دون قيود ودون تفاوت في الحقوق لمجرد أنها ليست رجلاً، تحدثنا ضيفتنا مارينا نيكولا من الأردن. أمي، رح توافقوا على الشاب يتقدم لأختي سوسن؟ مين؟ قصدك آخر واحد؟ آه، أنطون، ما غيره. وأنت مفكرة إنه أنا وبوكي رح نوافق عليه؟ وليه ما توافقوا؟ الشاب كتير منيح وبيشتغل ومعه مصاري وأهله كتير مناح، وسوسن بتحبه، قصدي ارتحت له. قولي لها ما تبلش تبني احلام بالهوى، انا وابوكي ما رح نوافق عليه، وانت بتعرفي ليه. الاختلافات اللي بيناتهم رح تمنعهم، واحنا ما بدنا المجتمع يطلع علينا نظرة كره. هالمرة احنا رح نختار لها. رح تختاروا لها؟ رح تختارونا. ليه ما تختارت؟ هي من اول 5 ثواني اجت في يوم الحياه انتوا بتختاروا لها. اخترتوا لها اسمها ودينها وجنسيتها، حتى المكان بتعيش فيه اخترتوا لها اياه. ولما كبرت وقررت تدخل التخصص اللي بدها اياه، قلتوا لها هذا التخصص ما بزبط للبنات، واخترتوا لها انتوا. ولما قررت هلا تختار، انتوا بدكم تختاروا لها؟ لا، هي من حقها تختار، ومن حقي انا اختار، ومن حق غيري يختار. تعرفوا بمجتمعاتنا عندنا كل الحقوق والحريات، عندنا حق الحياه وحق اختيار كل شيء بدك اياه، وحق التعبير عن الراي. بس لما بدك تيجي تطبقهم رح يكونوا مجرد حبر على ورقة. ليش؟ لأنه المجتمع رح يوقف ضدك، وأهلك والعادات والتقاليد، كل هدول رح يربطوك، ما رح يخلوك تعرف تعمل إشي، رح تكون مجرد عصفور جوا قفص. حاطين له مي وأكل، بس يا حرام، محروم من إشي واحد، محروم من حق الاختيار.
طلعت العكسي من بعد الانتظار، قرر عن نفسي بنفسي بيدي باخد قرار، اخلق من حزني ويأسي من حبس الانتظار، كسر حيطاني وشمسي ضويعت من المطار، وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة، مجنوني حرة لو هارسمها بإيدي، ما بندم على الماضي بندم على اللي ما صار، دنيا شو إلها معنى لولا الاختيار، ودنيا شو إلها معنى لولا الذي يعنيه أن تكون إنساناً؟ ألا يختصر الأمر كون أحد المصادر اللغوية للكلمة هي الأنس، حيث الإنسان يأنس ويؤنس له ويؤنس به؟ ألا يعني ذلك أن الإنسان لا يكتمل إلا بالآخر؟ دعونا نستمع معاً إلى أغنية المطرب المصري حمزة نمرة لنفكر معاً في معان أخرى لأن تكون إنساناً. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. وأما وقد عدنا من معان مختلفة لكلمة إنسان، فيمكن القول إن كل الفنون المرئية التي ابتكرها منذ بداية الخليقة كالرسم أو النحت تهدف دوماً للبقاء وأحياناً للخلود. لوحات الكهوف التي سكنها الإنسان الأول ومهدت لتكوين الحضارة، التماثيل والمعابد، وصولاً حتى إلى فن الجرافيتي الحديث، هناك شيء يبقى. ولكن هل فكرت في المقابل بمعنى أن ترسم بالرمل؟ رحبوا معي بالفنان المصري مايكل روماني الذي سيصحبنا بحكاية عن طريق الرسم على الرمل. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء، موطني 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 موطني، الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبين أو يبي، نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد.
يوماً ما قال الفيلسوف الفرنسي فولتير: أنني قد أختلف معك، ولكنني مستعد أن أموت دفاعاً عن حقك في التعبير عن رأيك. واليوم وفي عالمنا الحالي يمكن أن تتغير الجملة كثيراً. أصبحنا نرى عشرات القتلى كل يوم ضحايا للإرهاب، وما بدأ أبيض كصفاء الأحلام انتهى بحمرة الدم. رانيا بلحاج رمضان، فتاة تونسية عاشت هذا التحول من الأبيض للأحمر، تأتي لنا من تونس لتحدثنا عن الحق الأول قبل أي شيء، وهو الحق في الحياة، الحق في عدم الموت. فرحبوا معي بها. نحن نعيش في زمن قاس، أصفه بالقاسي لأني عندما كنت في سنوة طفولتي كان مجال الحلم والطموح أوسع مما هو عليه الآن. عندها بدل العالم أجمل بكثير، كانت لي أهداف واعدة وأحلام كبرى، لكن تلاشت مع مرور الوقت وتبعثرت. والأمر ليس حكرا علي فقط، فكثير من الشباب العربي قد فقد بوصلة الأحلام في طريق الواقع. تتساءلون لماذا؟ لأن حلم الطفولة قد تجاوز الواقعية بأشواط، ولم يضع الفساد والمحسوبية وقمع القدرات في الحسبان. فحين اصطدمنا بهذا الواقع
كانت الانتفاضة ردة فعلنا. تونس، 14 يناير 2011، يوم تغيرت أقدارنا. نداءات، شعارات، هتافات، شهداء، رحيل دكتاتور فحرية، وانتقلت العدوى للجيران. لكن تحولت هذه الثورات من مصدر أمل لشعوبنا إلى كابوس جعل الأمان يهجرنا. أصبح العنف والدم جزءا من عاداتنا، صار الموت والقتل طبيعيا في حياتنا. حصدنا الإرهاب بعد أن كان طموحنا السلام. حصدنا غرق أيلان، صدمة عمران، دمار حلب. حصدنا نوعة أمهات وحرقة آباء. حصدنا البكاء والآلام. حصدنا الأخطار والحطام. حصدنا الاغتيالات والغارات وهجوم الطائرات. أعيش الاغتراب بسبب ما نراه في هذا الزمان. لم يعد للإنسان قيمة، لم يعد للذات البشرية معنى. سكن القلق أذهاننا وتغول وحش الإرهاب رافعا راية القتال، ولم يترك للوفاق مجال. هؤلاء الذين لم يدركوا أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كم طفلا دمر، كم طفلا زهقت روحه البريئة، كم طفلا تشرد، كم طفلا يتم. ما ذنب كل هؤلاء؟ من حق غيري أن يعيش. من حقهم العيش في أمان. من حقهم الطموح والأحلام. أنهي قولي بأن الصبر جميل، صبر بلا شكوى. فاصبروا شعوب العربي، فمن المؤكد أن شمس الأمل مشرقة. أحمل اليوم رسالة شباب قد فقد بوصلة الأحلام، لكن لديه القدرة على التغيير. نحن نمتلك حلم الحياة. نحن من سنغير واقعنا، ونحن من نحتل الشوارع، ونحن من نحررها. فإما ننتصر أو ننتصر. تعرفون بالطبع تلك الحكاية الشهيرة عن الأسد الذي لم يستطع مهاجمة الثلاثة ثيران القوية، الأبيض والأحمر والأسود، فاستخدم الحيلة لينال كل منهم على حدة. ذهب إلى الأحمر والأسود واتفق معهما على أن يأكل الثور الأبيض ولا يمسهما بسوء، فسمحوا له. وعندما جاع ثانية اتفق الأسد مع الثور الأسود أن يأكل الأحمر في مقابل أن يتركه يعيش بسلام، فسمح له. وحين جاع ثالثاً وجاء لإنهاء الوليمة بالثور الأسود، قال له: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. تحولت الجملة لحكمة خالصة، ففي اللحظة التي تتخلى فيها عن حق غيرك ظناً منك أن ذلك يحميك، تكون في الحقيقة تتخلى عن حقوقك دون أن تدري. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أو بعبارة أخرى، إذا حق غيري راح، حقي رح يندثر، كما يقول ضيفنا الأردني ليث القرعان في أغنيته التي سيلقيها علينا، فرحبوا معي به. أنا عاطل عن العمل، بس لسه عندي أمل. أنا مش شحات، أنا ضد الفساد. شغل لي اللحن. yeah. من حق غيري. من حق غيري إنه ينعم بالسلام. من حق غيري إنه يلاقي مكان ينام.
من حق غيري انه ما يمد يد تسول. الزمن مش زي ما هو زمن بتحول، معاني الانسانيه تشتتت وهي ضاعت، شباب قاعد عاطل بطاله ريحتها فاعت، اجيال تشردت ودمرت هذه الدنيا تعطل، لساتي كل صرخه اذاني الها قصتك، اطفال في الشوارع مش لاقي حد وراهم، لا اهل لا اسره ولا حد فكر في احوالهم، شباب تخرجت لتشتغل عشان يمشوا حالهم، ما لقوش وظيفه استنوا الدور دور على هواهم، القوي على الضعيف صارت زي نظام الغابه، الشطر اللي معه وسط عشان يمشي احبابه، الوضع ما يطمن شو وضع يزيد كابه، جهله تقيد فكره مش عارف شو اسبابه. ضد الفساد، ضد الظلم والاستبداد، ضد الفساد، ضد أكل الحق في كل بلاد، في كل بلاد، في كل بلاد، في كل بلاد. اعوجاج هذا الزمن صابني ارتجاج، ارتجاج صار حق غيري على المزاج، قدم ما تخاف حطم الزجاج، لا تخلي حدا يحرمك لحظة ابتهاج، انت قوة وانا قوة وانت قوة كنا قوة، يلا كنا مع بعض نرفع ايد لفوق، نوعا من غفلتنا نصحى ونفوق، يلا انا وانت هي هو كنا مع بعض ندفع عن حقوقنا وبرضو نتعب، نتعلم من اخطاء ونصحح المستقبل اذا حق غيري راح، حقي راح ينجسر، استمر بالحياة وخلي عندك امل، خلي قلبك من فولاذ، مستحيل ينصهر، بدافع عن حقك لان حقوق بعض، حقي يتمم حقك وكله يتمم بعض. انا ضد الفساد، ضد الظلم والاستبداد، ضد الفساد، ضد اكل الحق في كل بلاد، في كل بلاد، في كل بلاد، في كل بلاد. ليش اطفال عايش بحرب بتدور على ماوى، امه اولادها صابتها الجلطه، شباب ضع مستقبلهم ذكر انثى بتمنى الموت اليوم قبل بكره، لكن ما راح اقعد اتفرج واستنى، يضيع حق غيري مني واتحرى، تعلمت انا كيف اجابه واتحدى، لان بحقوق غيري صوتي يقوى، من هون البدايه من هون ننطلق، نحمي حقوق بعض بعض ما نفترق، على هذا العهد خلينا نتفق، دول إنسانية بصوتين صاحب ايد واحدة ما تسقف، لهيك نتحد نتكاتف ضد عدونا، خليه يبتعد، بدافع عن حقك لان احنا حقوق بعض، حقي تمم حقك كله تمم بعض. انا ضد الفساد، ضد الظلم والاستبداد، ضد الفساد، ضد اكل الحق، كل بلاد كله زقف، كل بلاد، كل بلاد، كل بلاد، يا كل بلاد. من حق غيري أن يعيش كإنسان، ومن حقه أن يلاقي الأمان والسلام. حقك هو حقي، برضو حقك، كل حقنا، إحنا واحد، نحن نحن فقط. لم يعرف العالم اسم محمد علي كلي فقط لأنه رياضي عظيم أو ملاكم فذ، ولكن عرفه قبل كل هذا بسبب مواقفه الإنسانية وتضامنه الكامل مع الآخر، حتى لو أدى ذلك لأن يمسسه الأذى. ففي عام 1966 رفض علي الانضمام إلى الجيش الأمريكي في فيتنام، وبالرغم من أنه كان قادراً على عدم الذهاب دون إعلان موقف، إلا أنه وقف أمام كاميرات العالم وأعلن أنه لن يذهب رفضاً للحرب وللاعتداء على أخوة في الإنسانية. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America. ورغم سحب ألقابه عقابا له على مواقفه ومنعه من الملاكمة لمدة 3 سنوات، إلا أنه عاد للقمة من جديد بطلا رياضيا وإنسانا ضرب مثلا بتذكيرنا بحق الإنسان وقت الحرب.
وفي حروب عالمنا العربي اليوم تحدثنا الكاتبة والروائية السورية مها حسن عن حقوق الغير التي ننساها وسط مأساوية ما يحدث. هكذا هي الحرب، نسف لكل الحقوق التي ناضلت البشرية طويلاً للحصول عليها، وهكذا جاءت الحقوق أحياناً كرد على الحروب. واليوم تكاد تكون الحرب العنوان الكبير لهذا العالم الذي نعيش فيه، سواء كانت حرباً فعلية كما يحدث في سوريا واليمن وليبيا وغيرها من دول المنطقة، أو حرباً معنوية تتمظهر في الحروب والنزاعات الفكرية والإيديولوجية التي تفرق العالم إلى كتل وطوائف وإثنيات متناحرة، وتوصد السلام أمام وتوصد الأبواب أمام السلام بين البشر. من حق غيري أن يسافر وينتقل خارج جغرافيا الحرب، الحق الذي أقره أيضاً الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. السوريون اليوم واليمنيون والليبيون وكل الناس الذين يعيشون في ظل الحرب محرومون من حق السفر. حتى البلاد التي أقرت تلك المواثيق العالمية ودعت لحماية لاجئي الحروب تحاول التضييق على حرية السفر وترك الناس يموتون بسبب الحرب. أعرف الكثيرين ممن لا يستطيعون السفر فيهربون بطرق غير شرعية ويعرضون حياتهم لمخاطر الموت وهم في طريق أحلام النجاة من الحرب، ومنهم من يتعرض للاعتقال والترحيل مجدداً إلى بلادهم الأصلية حيث الحرب. في روايتي الأخيرة مترو حلب تحدثت على لسان بطلتي سناء عن حق غيري في العيش في مكان آمن خارج الحرب، حيث تتلقى سناء الكاتبة السورية دعوة من جمعية القلم البلجيكية للإقامة في بروكسل بصفة كاتب زائر، فترفض السلطات منحها تأشيرة السفر. وهذه الحكاية حصلت فعلا لكاتب سوري ولم تكن من اختراع مخيلتي. تقول سناء: حين وصلتني الدعوة من جمعية القلم في بلجيكا، وهي حق لي كغير من الكتاب في العالم الذين يتلقون مثل هذه الدعوات، قلت لنفسي إنني قد أجد مكانا يعيدني إلى الكتابة. رفض الفيزا جعلني أحس بأننا صرنا نحن السوريين كائنات ينظر إليها كخطر على العالم، أو يتعامل معنا كما لو أننا كائنات متخلفة ليست بمستوى مواطنيها. أليس من حقي أن أسافر بعيدا عن الخوف؟ عام 1972 كان العام الأهم في مسيرة الممثل مارلون براندو، فبعد 10 سنوات تقريباً من أفلام غير ناجحة عاد للقمة مع الفيلم الشهير The Godfather. وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع ذهابه إلى حفل الأوسكار والصعود على المسرح والشعور بالمجد مرة أخرى وهو يتسلم جائزة أفضل ممثل، فاجأ براندو الجميع بأن أرسل بدلاً منه ناشطة في حقوق السكان الأصليين لأمريكا لتعلن عن رفضه تسلم الجائزة تضامناً مع الهنود الحمر ورفضاً للمعاملة السيئة التي يتلقونها في هوليوود ومجتمع صناعة الأفلام وقتها. مارلون براندو in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Shashin Littlefeather.
إذا تخلى براندو عن الظهور في واحدة من أهم لحظات حياته، ولكنه بقي مخلدا في الذاكرة بسبب تذكره لحق غيره أن يعيش حرا. وهذا أيضا هو اسم العرض الراقص الذي يقدمه لنا ضيفنا التونسي موسى عريضي، فرحبوا معي به. هناك جملة لتشارلي شابلن يقول فيها إنه كلما ازدادت السلطات تجهماً زاد خوفها من الضحك. لهذا السبب ربما منع شابلن نفسه من دخول أمريكا في أوائل الخمسينيات بحجة اتهامه بالشيوعية ضمن حملة شنها نائب الكونغرس جوزيف ماكارثي، ولحق فيها مئات من المثقفين والفنانين والأدباء والشخصيات العامة، رافعاً شعار أن كل من يحمل أفكاراً مختلفة هو بالضرورة عدو، ليكون من بينهم شابلن الذي لم يملك شيئاً سوى إضحاك الناس والسخرية من أي سلطة. ولكن مع الوقت مات النائب ماكارثي
وعاد شابلن إلى أمريكا ليكرم بأوسكار فخري ويبقى رمزاً للضحك والانتصار للمختلفين. Chaplin has become more than a name. It is a word in the vocabulary of films. And anyone who has ever seen a movie is in his debt. إذن مات مكارثي وبقيت شابلن. نسينا السلطة ونتذكر دائماً الإنسان. وكتحية للاختلاف والضحك ولتشابلن نفسه، رحبوا معي بالستاند اب كوميدي الأردنية روسن حلاق التي تحدثنا عن الحقوق البسيطة المنسية للنساء والبنات في عالمنا العربي. مساء الخير، كيف حالكم؟ كيف الفيست معاكم؟ جديد وإشي وهيك. أنا روسن حلاق. أنا كوميديان وبنفس الوقت مهندسة، بس بعرفش كيف يا جماعة. المهم إحنا هيك النسوان، لا بتاخدوا منا حق ولا باطل، بس شاطرين نقاتل عشان ناخد حقنا اللي إحنا مش عارفين شو هو أصلاً. فهمتوا إشي؟ أنا مش فاهمة. أكتر إشي بيهرني يا جماعة لما البنت ما تقدر تختار تخصصها بالجامعة. يعني أنا نفسي أفهم ليش مش قادرة تختار تخصصها بالجامعة، وخصوصاً إذا كان الإشي اللي هي بتحبه ما بزبط لمجتمعنا أو تحت كلمة عيب. فعشان هيك أنا بقول من حق غيري من البنات إنه هي لازم تختار تخصصها بالجامعة. يعني مش ضروري تكون ممرضة من ملائكة الرحمة عشان اندرج هذا الإشي تحت اسم البنت. يعني عادي مثلاً إذا كانت بتحب الميكانيك أو تفتح منجرة، تصدقوا أنه طول عمري أنا كان نفسي أفتح منجرة. بموت على الخشب يا أختي، بموت على ريحة الخشب، نفسي أنقش على الخشب. بس بالضبط الأمور، تاني يوم بس خلصت توجيهي لقيت أبوي جايب لي ورقة تسجيل أنه سجلني هندسة ومدنية كمان، يعني بطون واسمنت. يلا كله مواد بنا بس مش مشكلة. طبعاً البنت بس تخلص الجامعة لازم تلحق القطار. تعرفين أنه قطار؟ قطار الزواج، لأنه إذا راح إذا ما لحقته رح يدعسها. يعني نفسي أفهم، وبعديها بسموا لك إياها عانس. يا بيي ما بشحها كلمة عانس، من وين جايبينها يا إخوان؟ بحس حالي تفاعة مخمجة على شباك المطبخ. لو فوق كل هذا بتقلب البنت يا حرام زي الملكان، كل ما يجيها عرسان بتتدرب على مشية الكات ووك ما شاء الله، وبعديها ايدها بترج بالصينية. وبالمحصلة زي ما بدها الماما. ماما منيح، خلص اوكي زي ما بدك حبيبتي زي ما بدك. يا عمي من حقها للبنت تختار شريك حياتها، مش ضروري تاخد ابن عمها عشان الورثة ما تروح يعني وتتحمل زناخته وتهالت دمه. حلم كل فتاة طبعا انها تمشي بالشارع بدون ما حدا يتحرش فيها. ترى بعدين الشباب بطلت تفرق معاهم، محجبة مش محجبة، بشعر إذا بشعرها شي حلو، مشعر امشي وعلى خدي غفي، وإذا كانت محجبة إيش هالغموض، تعالي بتجوزك عن عينك. أغرتني يا جماعة الخير. أنا نفسي أركب دراجة، أمنية حياتي، بدون ما نص الشعب يعمل حادث وهو بتفرج على الوان باك تبعتي. نفسي يا أخي، من نفسنا إحنا هيك الواحد من حقه يشرب كاسة الشاي يشفها زي ما بده. من حقه الواحد يقعد محل يتجغمط هيك بالكاتشب والمايونيز بدون ما حد يتفرج عليه. مش ضروري يعني الشوكة والسكينة، شو أنا بمسلسل سندريلا وأزواجه هالسبعة؟ من حقي لما أنام أشخر ومحدش يسمعني ألف كلمة إني زي الكمبريصة. يا جماعة الخير، من حقي ومن حقكم ومن حق كل الناس إنه إحنا نعيش بسلام. شكراً. الثورة الشعبية هي لحظة من اتفاق الوعي الجماعي، هي الالتفاف حول هدف واحد والتفكير الدائم في حق الغير، لأن الحقوق وقتها تصبح مشتركة
وموصولة، وصورة الثورة في مدننا العربية كانت تعكس ذلك تماماً. الجموع السائرة في تناغم بين شوارع تونس، أو تلك الملتحمة لثمانية عشر يوماً في ميدان التحرير بمصر. لا فوارق هنا ولا آخر، لا مسلم ولا مسيحي، لا غنياً ولا فقير، فالشعب واحد والحق مشترك. ولكن ماذا يحدث بعد أن تنتهي لحظة اليوتوبيا الثورية، عندما يعود الناس لأرض الواقع اليومي ويجدون أنفسهم مختلفين؟ عن تلك الأسئلة الصعبة وحقوق الغير بعد نهاية الملحمة يتحدث معنا ضيفنا أسامة الأخضر من المغرب، فرحبوا معي به. طغيان، فساد، قمع، سوء تسيير، سوء تدبير، وقائع عشناها داخل العالم العربي إبان فترات امتازت بقمع الحريات والاستبداد وعشوائية الخطط التنموية، مما عرقل سير الدولة العادي. صبرت الشعوب كثيراً، نالت نصيبها من التعاسة، وفي يوم ما اكتفت فرفعت أعلام الثورة عالياً. فمنهم من أنجحها، ومنهم من لم يحافظ على إرثها، ومنهم من مع الأسف لا زال في صراع أتى على الأرواح من كل الفئات. ثم تداول الناس سؤال ماذا بعد؟ أو بالأحرى لما الثورة؟ الجواب بالنسبة لي يتمثل في أهمية المواطنة الحقة والفعالة. فمن حق غيري أن يكون مواطناً، أن تحترمه الدولة وتحترم مواطنته في كل الجوانب، سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، خدماتياً، بل حتى فكرياً وثقافياً. ففي الجانب السياسي مثلاً، من حق غيري أن يختار دون ضغوط، وأن يمارس حقه الديمقراطي بكل ارتياح. من حق غيري أن يرى أثراً لصوته في الانتخابات حين يحلم بالتغيير، فيجد مساحة لتحقيق تلك الأحلام، وحين يلمس لدى المسؤولين الرغبة الحقيقية للتضامن والتعاون من أجل المصلحة العامة والعليا للشعب والوطن. من حق غيري أن يكون له نمط عيش سعيد يناسب ظروفه داخل المجتمع. حين يأتمن ضرائبه في جيوب الدولة، عليه أن يراها منعكسة في الطرقات، في المواصلات، في المدارس، في المستشفيات، في المرافق بكل اختصاصات، بصفة عامة كل الخدمات. أما في الجانب الفكري، فمن حق غيري أن يقول ما شاء دون رقابة أو متابعات. من حق غيري أن يكتب دون تحكم في الأقلام، أن ينتقد ما ليس على ما يرام، أن يقول لا حين يجيبها المقام، وأن لا يحاط بالخوف بسبب الكلام. نهاية، دعوني أذكركم بأن الثورة قد كلفت أصحابها غاليا، تضحيات تختلف من شعب لشعب، لكن الأهم أنها ذهبت في سبيل النبل والحرية وتكريس وتفعيل المواطنة كأهداف للثورة. لا يمكن أن نأتي اليوم وأن نقبل بالعودة لماض اختفى فيه مفهوم المواطن واختفى فيه دوره داخل المجتمع. لذلك جئتكم اليوم لأتحدث عن هذا الموضوع، وأجعل لخطابي عنوانا من حق غيري أن يكون مواطنا حقا وفعالا. شكرا. أن تعيش في زمن الحرب، ذلك هو أشد حالات الاختلاف قسوة، فالآخر حينها يكون مساوياً للموت. أن تعيش في زمن الحرب هو لا أمل في أي مكسب، هو الهزيمة لكافة الأطراف. زمن بيلموا فيه ولاد الناس سن 16 و17 سنة ويدفنوهم تحت الرمل باسم الحريات الأربعة، وعايزنا كسابها. وزمن الحرب
هو ما عاش فيه الكاتب والشاعر اللبناني يوسف بزي، وألقى بظله على الكثير من مؤلفاته، محكوماً بجنون وفزع الدمار من ناحية، والوعي المتزايد بالآخر وعلاقته به من ناحية أخرى، كأن يقول في أحد أشعاره: جئت بالمستقبل الميت أحمله كثمرة وحشية، ومن أجل أن أكتب سأطالب بميراث المغدورين والأجنة والذين ضاعوا بين كل مرفأ. ففي قسوة الحرب يكون أهم طلباتك من الآخر هو ألا يقتلك، ويكون دافع الكتابة الأكبر أحياناً هو ذكريات وحقوق الذين ضاعوا بين كل مرفأ، وكل الأيتام الذين نسينا تقديم العشاء لهم. رحبوا معي بالشاعر يوسف بزي الذي سيقرأ علينا مقتطفاً من قصيدته دخول وخروج وأرض مطقعة. منذ سنوات عدة وطموحي الشخصي والعام هو من حق غيري أن لا يقتل، ومن حقي أن لا أقتل. وتحت وطأة هذا الصراع السياسي والثقافي أصدرت كتابة في فم الغراب، ومنه هذه القصيدة: دخول وخروج وأرض مطقعة، التي سأقرأ منها هذا المقتطف. هنا في سوق الخضار، مع موسيقى سواقي الفانات، مع الإيمان الكبير الحاذق بتشغيل الأموال، مع زبد البحر عند أطراف عيونهم، مع ميكروفونات المساجد التي تنفخ الأوداج، مع المازوت وبيض الغنم، ومع الذاهبين إلى التسول، مع قوة السكان بصلات الأرحام والقربة، وقوة الجسور وقوة الأدعية التي تلصق على الزجاج الأمامي، مع الفضائل التي تطوقنا ولا نراها. هنا دخول وخروج وأرض مطقعة، هنا حيث الكذبة تغدو بلا قياس إذ النسيان مقبل نحوها، وهنا في الإقليم الحدودي الذي قومر به في الصيف حين كان الذباب يفور فوق العجائز المطمورين تحت الردم بحدقاتهم المشرقطة، كل حيلة لتتوسع الضواحي، كل بصيرة قرآنية حارقة، كل خرزة زرقاء في عين الفاعل والمفعول، كل فيديوهات التلصص وأدوات التشدد، وبلا رحمة في مطاردة الأبدية للممسوسين والمنحرفين المختبئين في الغرف الصغيرة فوق السطوح بعضلهم المنهك وبردهم الجوهري. هنا حيث علينا أن نجد شعباً لنعاقبه، ولا مشقة في ترجمة الشر بخطاب تلفزيوني مع المتأله الذي يكلمنا مع عمال دوار الشمس والبلاستيك الآتين من سهوب الشرق بمناجلهم الصدئة باعة الريش والخردوات وقصاصات الأظافر، مع نشاط الموتى ووجوه الموتى وبدلات الموتى الرياضية، مع المسبحة والآيات المذهبة في الصالونات، مع الإطارات المشتعلة على طريق المطار. هنا حيث الجرائم تقف وحدها بيننا وبينهم من أجل تصريف المعتقدات، كل لوائح الحلال في السوبر ماركت، كل عقل محترق كزهرة مرمية في فرن، كل الأبواق القديمة ذاتها التي رفعها الشيوخ وقطاع الطرق والمنفيون، كل الأيتام الذين نسينا تقديم العشاء لهم. هنا وسأبقى غريباً بينهم قرب النصب التجريدي للكرامة، حيث المثلث الرخامي يرتفع مقابل مكتب بيع الخادمات، وهنا في البلدات التي تلتهم كثمرة نارية مع رجال مليئين بغبار الصيف في جوف الضاحية،
في القاعات الكبيرة للتأبين بجوار الأرامل، حيث المحنة مبقعة بالشجن الديني في حشرجة عمومية مع القلوب المجنونة لأتباع بلا أعناق يخرجون من عتباتهم مع النداءات، مع المعادن الناتئة من الأرض الخالية من أي مناخ، مع الثأر إذ تحتشد البنايات على حطامها، كل عصبيات سهول خشخاش المتوهجة أيضاً بأسلحتهم، بالسيارات الرباعية الدفع إذ تنتهب المرتفعات حيث الغنيمة للأقوى. كل يوم يبدأ بنقص فادح بمادة الغد، كل يوم يبدأ بخرافة ملتهمة من فم واحد، بارتطام صارم بين مخاطبات قطع اليد ومكيفات الهواء. كل يوم أختنق بغير الحقيقي بمآثر الدم والمجهول في تمرين حر بين السياسة والمعنى. كل يوم تدعون الحرية إلى مكانها الشاسع ذهاباً وإياباً منذ سنوات بلا نفع. شكراً. إذن فكر بغيرك. يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش: وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. ففي الوقت الذي يرتفع فيه حديث الأنا في العالم، ويقف رئيس أكبر دولة ليقول نحن أولاً، وتصدر القوانين والقرارات التي تستبعد هذا وتنحي ذاك وتجعل كل من هو ليس نحن مصدراً للخطر، فإننا هنا بأصوات عربية بمختلف اللهجات والأجناس والأهواء نتمنى أن نكون قد وفقنا بأن ننحي كل الاختلافات جانباً، وأن نعود للبدء حين كانت الأرض لغة واحدة ولسانا واحدا، وأن يكون كل مستمع لنا الليلة قد فكر معنا بغيره وبما له من حق، وحين يغادر الاحتفالية يكون كما يقول محمود درويش أيضا: وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام، فكونوا جميعا شموعا في الظلام. شكرا لكل من شاركنا في تلك الليلة، وشكرا لكم جميعا على الحضور.